مدرس شغال في قرية في الحكومة بيتبعت لقرية بعيدة ما فيهاش لا كهرباء ولا طرق ولا مباني عشان يدرس لأطفال في أولى ابتدائي. الغريب إن القرية ما فيهاش مدرسة أساسا، أمال هيشتغل إزاي؟ هيشتغل في أوضة مبنية بالطين وفيها كراسي خشب قديمة وترابيزتين مكسرين، وبما إن ما فيش سبورة فهيكتب على الحيطة بالفحم. بعد كام يوم أهل القرية بيلاقوا إن عندهم طور كبير في السن مش عاوزين يوقفوه في البرد ومش لاقين له مكان يعيش فيه، فبيقوموا حاطينه في الفصل. يعني المدرس بيبقى شغال في مكان تقدر تقول انه زريبه. القريه اللي بتدور فيها الاحداث دي هي قريه حقيقيه اسمها لونانا، والفيلم اسمه بالكامل لونانا الطور في الفصل، لونانا اياك ان ذا كلاس روم. الياك ده هو نوع من التيران الجبليه بيسموه طور التبت. الفيلم من انتاج دوله صغيره جدا مساحتها 1/30 تقريبا من مساحه مصر، وعدد سكانها 750 الف نسمه بس، يعني اقل من عشر سكان القاهره. الدوله اسمها بوتان، يمكن أغلبنا أول مرة يسمع عن دولة بالاسم ده أساسا. بوتان ما حاولتش تعمل فيلم تحسن بيه صورتها ولا تقدم بيه نفسها للعالم بشكل شيك يجيب لهم سياحة مثلا، لا هي حاولت تعمل فيلم صادق عن الناس بتوعها بس كده. عشان كده الفيلم ترشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي السنة دي، وتقريبا محدش شاف الفيلم إلا وفكر إنه يستقيل من شغله ويلم هدومه في شنطة ويروح يقضي بقية حياته في لونانا. في رمز بسيط في الفيلم بيلخص رحلة البطل، وهو انه بيخلع السماعات. في التلت الاول من الفيلم تقريبا ما بنشوفش البطل غير وهو حاطط على راسه سماعات هيدفون كبيرة بيسمع منها مزيكا، هو مش منتبه لأي حاجة حواليه، سواء وهو ماشي في الشارع او بيخلص اجراءات في مكان حكومي او راكب مواصلات. الهيدفون على راسه والموسيقى صوتها عالي جدا، وكل ما حد يوجه له كلام يقوم شايل الهيدفون ويقول له ايه انت بتكلمني انا، طب عيد تاني ما سمعتكش. وفجأة بيلاقي نفسه اتنقل لقرية ما فيهاش كهرباء ولا موبايلات ولا تلفزيونات ولا حاجه ينفع تشغل مزيكا، ده ما فيش حتى لمبات ينوروا بيها بالليل، ولا في اي مظهر من مظاهر الحياه الحديثه. لدرجه انه لما بيجي يعلم اطفال القريه الحروف الابجديه بالانجليزي بيوصل لحرف السي ويديهم مثال مثلا كلمه كار، فبيقولوا له يعني ايه؟ بيقول لهم كار يعني عربيه سياره يعني، فبيقولوا له دي تبقى ايه دي؟ بيقول لهم انتوا عمركم ما شفتوا عربيات؟ بيقولوا له لا، لان الاطفال عمرهم ما خرجوا من لونانا اساسا. قريه لونانا هي ابعد قريه عن العمران في العالم، لدرجة انك لو عايش فيها بتضطر تمشي لأكتر من 6 أيام عشان توصل لأقرب مكان فيه مواصلات أو شارع مسافلتها. بس على الجانب الآخر القرية فيها مناظر طبيعية أغلب البشر بيعيشوا ويموتوا من غير ما يتخيلوا انها ممكن تكون موجودة من غير فوتوشوب. جبال عملاقة متغطية ورد وقمتها متغطية تلج، زرع على مساحات آلاف الفدادين، وأودية وأنهار وجمال يستحيل يخطر على بال إنسان عاش طول حياته في مدينة حديثة ما شافش فيها غير المباني والحيطان ومحطات الأتوبيس، ما شمش هوا من غير دخان ولا عدت عليه لحظة ما فيهاش صوت صناعي سواء مزيكا أو كلاكسات عربيات أو صفارات إنذار أو رنات موبايل أو أو أو. بطلنا اسمه أوجين، مدرس شاب عاش طول حياته في حي فقير، وكان دايما عنده حلم إنه يسافر لدولة من دول العالم الأول عشان يحقق حلمه إنه يبقى مطرب مشهور. أوجين بيختار أستراليا وبيقدم على الفيزا، والغريب إنه بيتقبل فعلا وبيقولوا له تعالى بعد 3 شهور استلمها، بس كل اللي حواليه بيلوموه انه هيسيبهم ويمشي، خصوصا جدته اللي عايش معاه، بس هو بيقول لهم انه مش حابب حياته في بوتان ولا عاوز يبقى مدرس طول عمره، نفسه يسافر ويشوف الدنيا بقى. بس قبل ما بيستلم الفيزا بتاعت استراليا بيجي له استدعاء من مكتب العمل وبيقولوا له ان الحكومه عندها خطه انها ما تسيبش اي مكان في البلد ما فيهوش تعليم، واننا اخترناك انت عشان تروح لقريه لونانا. وجين بيبص للموظفه اللي بتبلغه بالكلام ده، هو هيطرشق من جنابه ويقول لها انا مش عاوز ابقى مدرس اصلا، وايه لونانا دي كمان؟ انا عمري ما رحت المكان ده ولا اعرف بيروحوه ازاي اساسا، ده غير انها موجوده على ارتفاع عالي جدا، يعني قريه على قمه جبل وانا عندي مشكله مع الارتفاعات. تقول له للاسف ما قدامكش اختيار، عقدك مع الحكومه مدته 5 سنين وانت قضيت منهم 4 بس، يعني لسه لك معانا سنه نقدر نبعتك فيها مكان ما نحب. اوجين بيلاقي نفسه مضطر فبيقوم لامم حاجته في شنطه وبيطلع على لونانا. اول حاجه لازم نعرفها عن القريه هي انها على ارتفاع 4800 متر من سطح البحر، يعني الدنيا فوق برد تلج والرطوبه نسبتها عاليه جدا. لما أوجين بدأ المشوار كان معاه مرشد من أهل لونانا، المرشد قال له إن الرحلة مسلية ولذيذة، أكنها تمشية على النهر، هتستمتع بيها جدا لدرجة إن هيبقى نفسك إنها ما تخلص. وبالنسبة للارتفاعات فهي في الأول بس، بس بيجي في نص الطريق وأوجين بيلاقي إن الطريق لسه عمال طالع لفوق وهدومهم مطينة والموضوع مش مسلي ولا حاجة، والأكيد إن الارتفاعات ما بتنتهيش، الطريق طالع لفوق كمان 2000 متر. بيقول للمرشد ده الطريق السهل يا عم اللي قلت لي عليه. المرشد قال له انا قلت لك كده عشان حبيت اخليك متفائل لان التشاؤم كان هيصعب عليك الطريق.
وبرضه هتبقى مضطر تمشي، بس كنت هتمشي وانت مكشر ومكلضم مش اكتر. دلوقتي انت خلصت نص الطريق وانت متفائل، يبقى عملت فيه الجميله ولا لا؟ واخيرا بيقربوا جدا من القريه وبيشوف مشهد غريب. القريه كلها طلعت تستقبل الاستاذ الجديد، بس بيتفاجئ بحاجتين. اولا القريه عدد سكانها 56 شخص بس. ثانيا الاحترام الغريب اللي اهل القريه بيعاملوه بيه، واقفين طابور بيحيوه وعمده القريه جايب له اكل وهدايا. بالنسبه لهم ان معلم جاي من المدينه عشان يعلم عيالهم دي حاجه كبيره قوي يعني. نظراتهم ليه فيها انبهار وتقدير، وتعاملهم معاه ولا كانه ملك وهم الرعيه. بس للاسف اول ما بيدخل القريه نفسها بيجي له احباط. القريه صغيره واعتمادها الرئيسي على الزراعه، اللي هو غيط واحد وشويه مواشي وتحديدا تيران وبس كده. هو ليه اصلا في ناس عايشين هنا؟ بيقول لهم طب هشتغل فين؟ بياخدوه على اوضه مبنيه بالطين بيستخدموه عشان يخزنوا فيها الحاجات القديمه. يبص لعمده القريه بيقول له دي المدرسه؟ العمده بيقول له احنا ما عندناش امكانيات بس اطفالنا عاوزين يتعلموا فعلا. بيقول له لا معلش انا مستحيل اشتغل هنا، انا عاوز ارجع تاني مطرح ما جيت. الغريب ان العمده ما بيقولوش هو ايه اللي مش عاوز تشتغل، هي مش الحكومه بعتاك هنا وبتدفع لك فلوس؟ بالعكس بيقول له براحتك يا فندم احنا اسفين جدا، بس حضرتك هتضطر تقعد معانا كام يوم بس عشان المرشدين اللي هيرجعوك لمكان المواصلات، وكمان الحصانه اللي هتركبوها محتاجه ترتاح يومين. المشوار صعب عليهم، هم مش بيروحوا المدينه الا كل فين وفين. وجيم بيقرر يستنى، وفي نيته انه اول ما يقدر يسيب المكان ده هيسيبه فورا. في الكام يوم اللي بيقعدهم في القريه دي بنشوفه بيحصل له عمليه شبه اللي بتحصل للمدمنين اول ما يخشوا المصحات، اللي هي مرحله خروج السموم من الجسم، مش بس بسبب جمال الطبيعه ونقائها، اللي هو في ذاته شيء مبهر، لان الكاميرا ما بتجيش على اي زاويه في القريه الا وبنشوف منظر يعني ينفع يبقى خلفيه شاشه كمبيوتر او لوحه تتحط في مستشفى عشان المرضى يبصوا لها في حالتهم النفسيه تتحسن. بس مش دي اكتر حاجه بتاثر على اوجين، اكتر حاجه بتاثر عليه هي التجربه الانسانيه اللي بيمر بيها في المجتمع ده. اول حاجه بيلاقي انه اهم شخص عدى على القريه دي في تاريخها سواء للاهل او للاطفال. بيشوف ست عجوزه جايه من قريه جنبهم بتقول انا جبت لك حفيدتي الوحيده عشان تعلمها. الجده واقفه بتكلمه وهي عينها في الارض زي ما تكون بتترجاه انه يقبلها في مدرسته. في تاني يوم ليه في القريه بتخبط على باب الصبح بنت صغيره وبتقول له انا والاطفال مستنيينك في الفصل. البنت عندها 6 سنين اسمها بام زام وابتسامتها من الودن للودن. طبعا ما بيقدرش يعني يكسر بخاطرها، فبيقول لها ماشي يا ستي سبقيني انت على الفصل وانا جاي. في نفس اليوم بيعرف للاسف ان ابو البنت اللي شبه الملاك دي مدمن خمور وممكن لو شاف بنته في الشارع ما يعرفهاش. اوجين هو تقريبا الامل الوحيد لبام زام انها تتعلم عشان تبقى حاجه محترمه. والاهم من كل ده ان اوجين بيشوف حاجه عمره ما جربها في حياته، نظره الحب والتقدير في عيون الاطفال وهم قاعدين قدامه على الكراسي المكسره، عينيهم مفتوحه ما بتبربش ومستعدين يحفظوا كل كلمه وكل حرف هيطلع من بقه. بيبدا يحس ان شغلانه المدرس مش بالبشاعه اللي هو كان متخيلها، يمكن لانه اول مره يلاقي نفسه مش موظف وفي مدير واقف فوق دماغه بيقول له اشتغل. العيال اللي قدامه عندهم جوع للعلم فعلا مرسوم على وشوشهم وبينط من عينيهم. يمكن برضه لانهم مش مجبرين يروحوا المدرسه، مش لابسين نفس اليونيفورم ومش مصبوبين في نفس القالب ومش صاحيين الصبح بالزعيق والضرب عشان يجروا على المدرسه ويلحقوا ميعاد الباص. لا هم طبيعي اول ما الشمس بتطلع القريه كلها بتصحى عادي. تغير تاني مهم بنشوفه في شخصيه اوجين انه قبل ما يوصل القريه شفناه بيقرف جدا لمجرد ان رجله غرزت في الطين. دلوقتي بنشوفه ماشي في الجبل وماسك في ايده كيس كبير وبيلم لمؤاخذه يعني فضلات الطيران، وطبعا مفيش جوانتيات او ادوات، بالتالي بيمسك بايديه عادي. ايه ده؟ ليه بيعمل كده؟ لان مفيش حاجه تقدر تولع بيها نار في القريه غير لمؤاخذه اقراص الجله، ولازم يعمل منها كتير عشان يتدف، وبرضه عشان يحرق خشب ويحوله لفحم عشان يستخدمه في الكتابه على الحيطه عشان يدرس للعيال. اوجين وهو ماشي في القريه بيلاقي بنت في سنه تقريبا اسمها سالدون، صوتها حلو وبيسمعها بتغني. لما بيسالها على الاغنيه بتقول انها اغنيه تراثيه في القريه عندهم، وبتبدا تعلمه الكلمات واللحن، وواحده واحده بيبدا يحفظها. بعد كام يوم من وجوده في القريه بيجي له العمده وبيقول له اننا جاهزين ناخد حضرتك ونوصلك لاقرب مدينه، واحنا شاكرين ليك جدا انك استحملتنا كام يوم دول يا فندم. اوجين بيرفض يرجع وبيقول له انا هكمل هنا شويه على الاقل اخلص لكم الكام درس اللي بداتهم مع الاطفال. العمده بيشكره وبيساله اذا كان محتاج اي مساعده ولا اي حاجه، فبيطلب منهم سبوره وتباشير، وفعلا بيقطعوا له حته خشبه وبيدهنوها بماده سوداء وبيجيبوا ماده بيضاء شبه البودره كده موجوده في الجبل ويعملوا منها عجينه وينشفوها ويعملوا منها تباشير. بعدها بكام يوم بيجي له استدعى من عمده القريه اللي بيقول انه وصلك صندوق وعليه اسمك، وبنكتشف انه صندوق مليان ادوات دراسيه ولوحات تعليميه وكتب وكشاكيل الى اخره، بالاضافه لحاجتين مهمين جدا كوره وجيتار. الصندوق ده مبعوث من واحد من اصدقاء اوجين، وبكده بقى في مدرسه متكامله بنشاط رياضي وفني في قريه لونانا. بعدها بكام يوم بتيجي البنت سالدون بتقول له بص انا جبت لك هديه، اكبر طور عندنا في القريه وهيفضل معاك في الفصل. بيقول لها حضرتك جايبه لي طور في الفصل ليه؟ بتقول له انا لقيتك بتتمشى في المراعي كل يوم عشان تلم فضلات الطيران عشان تعمل اقراص الجله، فقلت اجيب لك واحد لحد عندك. ابسط يا سيدي من هنا ورايح اقراص الجله اقرب اليك من اي وقت مضى.
بيقول لها انا مش عاوز ترام في الفصل، لو سمحت طلعيه بره. تقول له والله للاسف مش هينفع، ده تور كبير في السن ولو وقف بره في البرد هيموت. وكده الدراسه بتستمر والتور موجود في الفصل، والمشكله ان اوجين بيلاقي نفسه مسؤول عن انه ياكله وينظف حواليه كمان. اوجين بيقضي ايامه في القريه، الصبح تدريس مع عيال نفسها تتعلم بتحبه وبتستفيد منه فعلا، واطفال هم عباره عن ارض خصبه ما دمرتهاش عشرات الساعات قصاد التلفزيون والانترنت، صفحات بيضاء يقدر يرسم عليها اللي هو عاوزه. وبالليل بيتمشى في المكان اللي شبه الجنه اللي اسمه قريه لونانا، ويتعلم الغنى على ايدين البنت اللي اسمها سالدو. واخيرا بتنتهي السنه وبيجي الوقت اللي اوجين هيمشي فيه من القريه، بيجي له العمده ويقول له احنا هنستناك السنه الجايه. اوجين بيبص له بيقول له انا مش هاجي هنا السنه الجايه، انا هسافر استراليا. بيقول له هتقعد قد ايه في استراليا؟ بيقول له هقعد على طول، مش هرجع تاني ابدا. العمده بيتصدم وبيقول له احنا في ناس بتقول اننا اسعد بلد في العالم، ليه واحد زيك متعلم ويقدر يفيدنا يسيبنا ويروح يدور على السعاده في بلد بعيد؟ الكلمه بتوجع اوجين جدا، بس الفكره اللي في دماغه لسه مسيطره عليه، مش جايز استراليا احلى، مش جايز على راي المثل البلح اكثر احمرارا على الجانب الاخر من النهر، مش جايز انا فايتني حاجه كبيره قوي وحلوه قوي وانا مش واخد بالي. بيلم حاجته ويبدا يستعد عشان يمشي، وللمره الثانيه كل اهل القريه بيطلعوا يقفوا طابور عشان يودعوه، بيدوا له هدايا تذكاريه والطلاب بيكتبوا له جواب عشان يفتكرهم بيه، وسالدم بتدي له اشاره ابيض عشان ما ينساهاش، وبيقفوا يراقبوه لحد ما يختفي عن نظرهم. في اللقطه اللي بعدها بنلاقي نفسنا في سيدني في استراليا، زحمه ودوشه واضواء وبار صغير وخنيق ومليان شباب وبنات بيسكروا مع بعض ومحدش فيهم بيبص له اصلا، هو بالنسبه لهم مجرد خلفيه اكنه تلفزيون مفتوح او راديو. واللحظه الوحيده اللي بينتبهوا فيها لوجوده اصلا بتبقى لما فجاه يوقف غنى، وفورا صاحب البار بيزعق له بيقول له انا دافع لك فلوس عشان تغني. بيبص لهم وبيمد ايده في جيبه وبيطلع ورقه قديمه كانت معاه في القريه، ورقه مكتوب عليها الاغنيه الفولكلوريه الشعبيه بتاعت قريه لونانا، وبيبدا يغنيها والفيلم بينتهي. فيلم لونانا ببساطه بيحكي عن شخص كان كل حلمه انه يسيب الصندوق الضيق اللي هو عايش فيه ويروح صندوق اكبر وملون اكتر، وكان متصور ان هو ده اللي هيجيب له السعاده، بس غصب عنه لقى ان السعاده ممكن تبقى في الميه مش في الخمره، ممكن تبقى في خضار النباتات مش خضار الدولارات، وفي الوجوه الحسنه بسبب سعادتها وراحتها النفسيه مش بسبب الميك اب والفلاتر. اخيرا عشان نكون واقعيين، اهل المدن يعني ما عندهمش رفاهيه ان هم يسيبوا الحياه الحديثه ويروحوا يعيشوا في الريف او الجبل، بس كويس اننا نفتكر ان الحياه بره الشاشات احلى بكتير من جوه الشاشات، وان هوا الجناين احلى من هوا التكييفات، وان من وقت للتاني لازم نشيل السماعات ونقفل الموبايلات ونبص حوالينا. نشوفكم على خير ان شاء الله.